السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف العاشر الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، وسنتناول معا اختبار قصير على الوحدة الأولى. طبعا زي ما احنا عارفين إن هيكون عندي سؤال الكلمات 4 جمل، وسؤال القواعد جملتين، وبعد كده عندي موضوع التعبير هينقسم إلى شقين، شق المخطط اللي هو الأوتلاين، وبعدين عندي اللي هي السطور اللي هنكتب فيها الموضوع. طبعا الوحدة الأولى زي ما احنا عارفين بيتكلم عن The Healthy Lifestyle، تناول فيها عدة نقاط اللي هي الغذاء الصحي Healthy Food Fast Food، وتتكلم عن The Vegetarian Lifestyle. هنيجي مع بعض هنشوف كده الشاشة بتاعتنا، نكبر الشاشة. طبعا تقسيمة الدرجات، عشان في بعض الطلاب بيسألوا عن تقسيمة الدرجات، عندي الكلمات من 20، القواعد من 10، وموضوع التعبير من 30، يبقى التوتال زي ما احنا شايفين 60. هنبدأ أول حاجة بسؤال الفوكابولري، بيقول لي the government is spending millions of dollars in attempts to drugs dealers. طبعا هنا بيتكلم على اللي هو ان الحكومات بتنفق ملايين الدولارات في محاولات منها لإيه؟ المتعاطين المخدرات أو تعاطي المخدرات. طبعا تعاطي المخدرات ده موضوع خطير، اللي هو drugs dealers اللي هم اللي بيتعاملوا بالمخدرات، عايزين ايه؟ نحاربهم، نقاومهم. فعندي absorb يمتص، master يجيد ويتفوق او يتمكن في الشيء، عندي combat يقاوم ويحارب ويكافح، وعندي conduct اللي هو يدير. فطبعا كلنا هنختار زي ما احنا شايفين الاجابة الصحيحة هتكون combat drug dealers. number 2 بيقول لي I like to have chicken over an open flame. طبعا بحب ان انا اتناول الدجاج مشويا. نخلي بالنا كده من الجملة دي، I like to have، ماشي. طبعا اقدر هنا اخليها فراغ قبل chicken، يعني فراغ وبعدين chicken احسن، فهنستخدم مع بعض كلمة grilled لان digestive يعني هضمي، تمام. وعندي crammed مزدحم، وعندي vegetarian نباتي، فهناخد grilled يعني مشوي. يبقى لما نشوف كلمة chicken أو نشوف كلمة fish، تمام، أو نشوف كلمة meat اللي هي اللحم، يبقى دي كلها كلمات تاخد كلمة grilled. ناخد كلمة إيه؟ grilled. بعد كده عندي number 3، نكبر الشاشة شوية، بولي doing exercise regularly can speed up. حلو أوي كلمة speed up، يعني يزيد من أو يسرع من إيه؟ من المطعم، ولا سبلمنت المكمل، ولا سبيشاليتي الاختصاص والتخصص، ولا ميتابوليزم اللي هو تحويل الطعام الى طاقه او التمثيل الغذائي. طبعا الطالب الشاطر والطالبه الشاطره المذاكرين كويس هيقول لي ميتابوليزم اللي هو التمثيل الغذائي، لان طبعا ايتري يعني المطعم، وعندي كلمه سبيشاليتي تخصص او اختصاص، او يقول لي الطبق المميز، وسبلمنت مكمل غذائي. طبعا كلمه سبلمنت بتيجي مع كلمه ايه؟ فيتامين اكتر شيء. يبقى لما نشوف كلمه فيتامين ناخد معاه سبلمنت. نيجي على نمبر 4، بيقول لي the exposure to sunshine. حلو قوي كلمه exposure، التعرض ليه. sunshine اللي هو ضوء الشمس او sun rays helps us او helps our bodies vitamin D، بيساعدنا على امتصاص ممتاز اللي هو فيتامين د. يبقى هناخد مع بعض كلمه absorb. وطبعا في احيانا يجيب لي كلمه سبونج، كلنا عارفين كلمه سبونج اللي هو الاسفنج، طبعا برضو بيساعد على امتصاص السوائل. ابيل تو يعني يروق لي، مش هتنفع هنا. نيوترلايز يبطل تاثير او يبطل اثر، وعندي كومبات يعني يقاوم، فطبعا الصح عندي هتبقى كلمه ايه؟ ابسورب. نروح بعد كده على سؤال الجرامر، سؤال جميل ولطيف وسهل. حضرتك هتشوف ايه اللي موجود بين الاقواس وتحاول تحقق او الطلب اللي موجود عندي. فبيقول لي order the adjective، وده سؤال طبعا كلنا نعمل حسابنا انه جاي، اللي هو ترتيب الصفات، من الاسئله المشهوره سواء في الفاينل او في القصير. هتلاقي نفسك بتقول انا عندي اساش، اهي اساش كوم، عندي الاو راي، الاس حجم، الاي عمر، الشي شكل، السي لون، الاو بلد، وبعدين الماده. بشوف ايه الصفات الموجوده عندي. عندي بلاك لون، ميتال ماده، سمول حجم. يبقى هناخد حجم وبعدين لون وبعدين ماده.
فهتبقى small black metal، يبقى هتبقى سي. اللي عمل كده يبقى شغله مظبوط. نمبر 6 بيقول لي when I got off the train، لما نزلت من القطار. وخلي بالك ان انت عندك when، when بتاخد وراها verb 2 اللي هو past simple، وبعدين بنتكلم على الماضي المستمر past continuous. فتقول when I got off the train my friends، وخلي بالك ان friends هنا plural، فهتاخد was ولا where، هتبقى were waiting، لان طبعا هو بيديك بي was waiting وعندي سي were waiting، يبقى الصحيح عندي او الجملة الصحيحة سي. ده طبعا مراجعة على قاعدة when، بناخد معاها past simple وبعدين past continuous، عكسها طبعا جدير بالذكر عكسها اللي هو while و as، بناخد ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط. ننتقل بعد ذلك الى السؤال الكبير اللي عليه درجة كبيرة، اللي هو سؤال التعبير، اللي طبعا بيشغل بال الكثير من الطلاب وعمل لهم مشكلة. السؤال ده جميل جدا ومفيش فيه اي مشكلة اذا تعاملنا معاه بالطريقة التالية. انا عندي هنا بيتكلم على اللي هو الغذاء الصحي. هتقول لي عرفت ازاي؟ طبعا حضرتك بتكون قاري اسئلة سيت بوك كويس جدا، ومجاوب على اسئلة كتيرة بتتناول الموضوعات اللي انت قريتها. فلما الاقي كلمة how can you keep your mind and body in tip top shape، يبقى هنا بيتكلم على طبعا eating healthy food، doing sports irregularly، sleeping enough، مثلا eating dark chocolate، having probiotic drinks، having or drinking green tea. يبقى دي كلها إجابة على السؤال اللي قدامي ده، لأن أنا بتعامل مع رأس السؤال في سؤال التعبير على إنه سؤال سيت بوك، يعني أنا بتعامل معه على إنه سؤال سيت بوك وبجاوب عليه. بجاوب عليه فين؟ في supporting details. تمام؟ هنا في الانترودكتوري سنتنس هو بيقول لي اهو جملة تقديمية، اديني مقدمة، عرف القارئ انت هتتكلم عن ايه. فتقدر هنا تحط اي سؤال to attract attention، to draw the attention of your readers. انت هنا بتصيد القارئ، بصيده ازاي؟ بحط سؤال، بحط proverb، بحط اي شيء يخلي او يشد ويجذب انتباه القارئ. طبعا اسهل شيء بنرجع اليه اللي هو تكوين سؤال بسيط. حضرتك هنا ممكن اقول له do you think that healthy food is important، can you imagine your life without having healthy food، healthy food is very important، how مثلا how extent or to what extent you agree to this، do you agree with this. ماشي؟ يعني ممكن اقول هنا healthy food is important، مثلا حاجة بسيطة خالص ايه، do you agree، do you agree، واحط question mark. بعدين supporting details بيتكلم على how you can keep your mind and body in tip top shape. طب انا هتناول ايه بالضبط؟ هتناول having healthy food، having healthy food، sleeping enough، بعد كده ممكن اتكلم على drinking green tea، doing sports regularly. يبقى دي الاربع افكار الاساسية مع جملة اللي هي بتاعت المقدمة، وفي الاخر تقول مثلا all in all او finally او last او at last او to conclude او to sum up. طبعا healthy food plays a great role in our daily life، او we can keep our mind and body in tip top shape by different ways. واقدر بعد كده اكتب الموضوع بتاعي بسهولة شديدة جدا، يعني هاجي على السطور نفس المقدمة بشكل جميل كده، اقدر ان انا استخدم اللي هو نشوف كده اهو do you think that you can keep fit. مثلا ادي سؤال تاني اهو، هتقول مثلا it is really difficult to be healthy، من الصعب ان نكون اصحاء. وهنقول there are
are many ways to achieve that. We وتبدأ تقترح تقول we can sleep enough. We can sleep enough. We can eat healthy food. Also, we can drink green tea. كم جملة؟ هتلاقي نفسك أدي نمبر 1. نمبر 1. نمبر 2. نمبر 3. نمبر 4. نمبر 5. نمبر 6. وبعدين أقدر بسهولة جدا أقول all in all. دي الخاتمة هي يا جماعة. We should keep fit. وابقى كده خلصت الموضوع بتاعي بسهولة شديدة جدا. نيجي مع بعض على في كويز تاني عاملينه على الوحدة التانية طبعا اللي هو Culture of Peace. بيقولي from 50 colleagues met to discuss the issue of financial aid. خلي بال حضرتك لما اقول من 50 كلية او من 50 دولة او من 50 جامعة تمام، فحضرتك هنا هتقولي accounts ولا seminars ولا reviews ولا delegates. طبعا كلمة accounts يعني تفصيل أو تقرير أو وصف، seminars ندوات وحلقات نقاشية، reviews طبعا اللي هو نقد أو تقييم. فهتلاقي أن أصح إجابة عندي هتكون delegates اللي هي بمعنى مفوض أو مندوب. يبقى أنا جالي 50 مفوض من 50 مكان to discuss لكي نناقش the issue قضية اللي هو financial aid المساعدات المالية. It took my sister years to the art of weaving. طبعا فن النزج والغزل ده بياخد وقت كبير جدا عشان إنسان يجيده ويتمكن فيه. فكلنا هنختار كلمة master لأن master بمعنى يتمكن أو يجيد. عندي conduct اللي هي بمعنى يدير أو ينظم. عندي cover اللي هو بمعنى يقطع مسافة. عندي بعد كده adorn بمعنى يزين. Many rich people and officers live in our neighborhood. خلي بالك لما أقول rich people الأغنياء ومين معهم تاني، وكلمة officers رجال الشرطة ذوي المكانة المرتفعة، فهنقول high ranking officers live in our neighborhood. طبعا diverse يعني متنوع. Groundbreaking بمعنى مبتكر ومبدع. Inspirational بمعنى ملهم. نروح مع بعض على number 4. بيقول لي all Muslims have to go on to Mecca once at least. إلى مكة، يبقى الرحلات إلى الأماكن المقدسة اسمها pilgrimage. يبقى دي أول سؤال هيقابلني فيه الكويز اللي هو سؤال الكلمات. عندي سؤال الجرامر، عندي 2 برضو بيقول لي make a question والتاني correct the verb. لما نيجي نشوف السؤال رقم 5 بيقول لحضرتك we have never been to the USA. ده مضارع تام منفي والنفي فيه بنيفر. بيقول لي سوي سؤال، فطالما شفنا never يبقى لازم ادور على ever. هلاقي عندي مين؟ do you ever ولا have you ever. طبعا المذاكر الشاطر المتميز هيقول ما فيش حاجة اسمها do you ever، لكن الصح اللي هو have you ever been to the USA. number 6 بيقول لي they live in the same house since. احنا طبعا عندنا 10 كلمات بتدل على المضارع التام، منهم since وعندي في 4 وعندي في yet وعندي في just وعندي في already وعندي كمان في ايه so far، في عندي lately، في عندي recently. كل الكلمات دي بتدل على المضارع التام. وطبعا for و since و never و ever اللي لسه متكلمين عنهم دلوقتي، never في النفي و ever في السؤال، دي كلها كلمات تدل على زمن المضارع التام. يبقى انت هتقول لي they live، فهتقول لي they have lived اللي هي الاجابة سي هي الصحيحة. ننتقل بعد كده نشوف عنوان موضوع التعبير، وهتعملوه زي ما عملنا التعبير اللي فات. هنجاوب مع بعض على الأسئلة بتاعة التعبير وخلاص. How can we show respect to other people؟ إزاي يا جماعة نحترم الآخرين؟ طبعا أول شيء هنقول respect is a great value. لو أنت عايز تبدأ respect is a great
value او is a great human value. طبعا هنا هنيجي بقى في الاجابات بتاعتنا. number one, respecting their beliefs, احترام معتقداتهم. respecting their opinions, احترام ارائهم. sharing them their occasions, ممكن ان احنا نتشارك معهم في مناسباتهم. طبعا ممكن كمان بعد respecting نقول discussing issues peacefully. discussing issues 2 s اهي, نخلي بالنا من كلمة issues كده, ISSUES اللي بيكتب معايا ISSUES, يبقى discussing issues peacefully. يبقى دي إجابة السؤال اللي هو بتاع how we can show respect. يبقى هنا الصعوبة الوحيدة اللي بتقابلني اللي هي supporting details, أنا بجاوب على السؤال بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. وفي الآخر نقول طبعا we should respect other people to live in peace, بس كده. وأكتب الست جمل بتوعي على شكل باراجراف. بنعمل إيه؟ بنروح على السطور وباجي هنا ببدأ بأول جملة. طبعا بسيب مسافة, لازم أسيب مسافة يا جماعة, مسافة أهو. وبعدين ببدأ السطر الثاني من أوله أهو وخلص. وطبعا مع نهاية كل جملة بحط فول ستوب, مثلا بعتبر أن خلصت الجملة إيه فول ستوب مثلا, وفي الآخر خلص فول ستوب. طبعا مع الخاتمة بقول all in all أو finally أو at last. ده بالنسبة لي الوحدة التانية. بننتقل مع بعض دلوقتي إلى الاختبار القصير الثالث, وده بيتكلم عن الوحدة التالتة. كلمتها عندي هي venue يعني مكان الحدث, design تصميم, council مجلس, influx تدفق أو انسياب. تعال نقرأ الجملة. some changes have been made to the house's basic, حصل تغييرات على إيه الأساسية في المنزل. فطبعا هتلاقي إن أقرب إجابة, مش هقول مجلس المنزل, مش هقول تدفق المنزل, ولكن أقرب شيء عندي design, the house's basic design. أدخلنا بعض التغييرات في تصميم المنزل. the new project will the local community as a whole. as a whole كلمة benefit يستفيد أو يفيد, evoke يثير, drill يحفر, voice يعبر. جدير بالذكر يا جماعة إن أنا لما أحفظ معنى كلمة أحفظها بكل الأشكال اللي ممكن تيجي بيها. يعني في ناس بتحفظ كلمة benefit يعني يستفيد بس, لا أنا بقول أقدر أقول يفيد ويستفيد. فلما أقول إن المشروع الجديد the new project will local community المجتمع المحلي, يبقى سوف يفيد, يبقى هنا هتيجي معنى إيه؟ يفيد المجتمع المحلي, فهناخد كلمة benefit. we stayed in a big hotel whose rooms were and comfortable. طب أنا عندي كلمة comfortable أهو, يبقى احنا قعدنا في الفندق اللي غرفاته او حجراته, لان طبعا هو ضمير ملكيه زي ما انتم عارفين, فهناخد كلمه ايه؟ هناخد كلمه spacious. whose rooms were spacious يعني واسعه فسيحه. وعندي كلمه public يعني عام, to all people, residential يعني سكني, populated, state يعني governmental حكومي. number 4 بيقول kids wanted to have Nike and Reebok and other top. الله, ما هو Nike ده ايه والريبوك ده ايه؟ دي كلها تريد ماركس يعني براندز يعني ها ماركات عالمية, فكله بيحب الماركات العالمية. فلما تلاقي في الجملة فيه اسم ماركة عالمية دور على كلمة براند. ننتقل بعد كده إلى سؤال الجرامر. بيقول لي use a compound adjective, سهلة جدا. compound adjective هنا هنعمل فيها ايه؟ هجيب الرقم اهو بسهولة جدا, وبعدين اللي هي شرطة صغيرة, وبعدين المعدود مفردا. المعدود ايه؟ مفردا. تعالوا ندور مع بعض. قال لي a 300 page book, وخلي بالك هنا في ايه؟ شرطة واحدة. طب 300 pages, لا احنا قلنا المعدود مفرد. طب الاخيرة المعدود مفرد بس حاطط ايه؟ شرطتين, يبقى برضو دي خطأ. يبقى الصح عندي مين؟ a 300 page book. بعد كده هنا بيقول لي today is the, وخلي بالك ان عندي the ومديني bad, فطبعا عايز درجة الطلاقة السوبرلاتيف, فهتبقى the ايه
طبعا the worst ولا the baddest. طبعا مفيش حاجة عندنا اسمها the baddest، اوعى حد يغلط، هتبقى طبعا الإجابة الصحيحة C the worst، هتبقى the worst. بعد كده هننتقل إلى آخر سؤال عندي اللي هو سؤال ال writing. بيقول لي a building you prefer most in Kuwait and why. السؤال سهل جدا والإجابة مفتوحة لحضرتك، هتحدد مكان أنت بتفضله وهتقول ليه. طبعا من أوصاف الأماكن ممكن نقول because it's spacious, because it's cozy, because it's monumental as it مثلا includes copious shops and مثلا boutiques، زي مثلا لو قلنا 360 مول يبقى أحسن مبنى ممكن نتكلم عنه، وطبعا من داخل الكتاب هتلاقي الإجابات 360 مول طبعا، والمزايا بتاعته كتيرة جدا في الورك بوك يا جماعة. طبعا see you soon، وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.